اكتيف ورياكتيف هايبريميا. اكتيف يعني هي اكتيف هايبريميا يعني هيبقى ولا هايبريميا يعني زياده البلد فلو، ها زياده هايبر زياده، طب وايميا يعني بلد، يعني اللي هو ها انكريز في البلد فلو نتيجه للايه الاكتيفيتي في تيشو. طبعا ما يعمل هيزيد الميتابولايت سي او 2 لاك ومش عارف سي او 2 كل ده يعمل دايليتيشن ويزود ها اسمها اكتيف ايه هايبريميا. يبقى زياده البلد فلو في الاكتيف تيشو نتيجه للميتابولايتس طبعا. طب ايه بقى رياكتيف هايبريميا يا ولد؟ عاوز يعني بقى ليه ايه يحرجك؟ ها احنا عرفنا الاكتيف هايبريميا، طب ايه بقى الرياكتيف؟ رياكتيف هايبريميا يا سيدي معناها زياده البلد فلو بس بعد فتره ها وقف للبلد سبلاي. يعني مثلا لو احنا جبنا جهاز الضغط اللي انت عارفه ده ورحنا لفين الكف على دراعك ورفعنا الضغط ل 200، ها فهمني او متخيل رفع جبنا جهاز الضغط وحطينا لفينا الكف اللي هو بننفخه ده ورفعنا البريشر ل 200 مليمتر مركري، هيقفل البلاط فلو ولا لا؟ طبعا هيقفله طبعا. وبعدين قعدت كده مثلا ايه نص دقيقه ولا دقيقه ولا حاجه ورحت شايل الايه ها ورحت شايل الكف ده، تبص تلاقي الدم اندفع والبلاط فلو في الفور ارم ايه زاد قوي. دي اسمها رياكتيف هايبريميا. يعني ايه؟ زياده البلاط فلو بعد فتره ايقاف البلاط فلو. ها ايه اللي حصل؟ ما هو انت وانت قافل يا ابني ميتابولايتس بتتكون ونوت ووشد اوت، ما انت قافل السيركوليشن عملت فازو ايه؟ دايليتيشن، والفازو دايليتيشن ها ادى لوسع الفيسس طبعا. فلما شلت الكف ده اهو راح الدم راجع كتير داخل كتير قوي وزود الايه البلاط فلو، فسموها ري اكتيف هايبريميا. يا سلام يا سيدي، انها زياده في البلاط فلو بقى مش نتيجه الاكتيفيتي، لا ده بعد فتره ايه ها شوف يقول لك ايه فين يا ابني عايزين اقولها لك بقى، افتر تمبرري بلوكج اوف ذا بلاد سبلاي. قفلت بلاد سبلاي شويه كده وبعدين فتحت يخش كتير قوي قوي. ايه الحكايه؟ ذا سيم ميكانيزم، هي هي موضوع الميتابولايتس والفازوديليتيشن. وعلى فكره في واحد منهم بيقولوا البوتاسيوم بالذات لما بيتراكم يقوم يعمل اسكيميك بين، يعمل الم، يقولوا عليه اسكيميك بين، ده في السي ان اس ان شاء الله. اسكيميك بين، حتى انت تحس بقى وانت قافل الكف جامد قوي كده ان في الم في في, في الفور ارم عندك. اه لان في ماده بتعمل بين في سوره يقولوا عليها بين فاكتور ها او فاكتور بي. اه فهنا مع زياده بلاد فلو يبقى في بين اسمه اسكيميك بين. ادي يا سيدي اكتف وري اكتف هايبر. شوف كل دي مسارات اسئله، الاندوثيليوم بيعمل ايه؟ ها الـ 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 الحاجات اللي بتاثر على البلاد فلو تيشو لوكال، واخد بالك؟ نيجي بقى بعد كده على الايه؟ السيستميك ريجوليشن اوف ارتريولر دايمتر. يبقى الثانيه اللوكال ودي سيستميك، يعني كيميكال وايه؟ ونيرفس. كيميكال طبعا المين سيركوليشن سيركوليتنج فازو كونستريكتور سبستنسز هم كاتيكولامينز وفازوبريسين اللي هو انتي ديوريتيك هرمون وانجيوتنسين 2، والمين سيركولاتوري فازو دايليتور هم الاي ان بي اتريال ناتريوريتيك بيبتايد والفي اي بي فازو اكتيف انهبيتوري بولي بيبتايد وهيستامين وسابستانس بي وكاينينز. يبقى انا بقول لك هنا الحاجات الكيميائيه اللي في السيركوليشن ما سيستميك بقى، انا ما بكلمش لوكال بقى، بكلم الحاجات اللي هي في البلد سيركوليتنج في البلد وبتاثر على الدايمتر، منها الكونستريكتور ومنها الدايليتور. طب نيرفس بقى، طب نشوف بقى النيرفس ايه برضه سيستميك. الفازو كونستريكتور نيرفس هم السيمباتيتك طبعا ما عدا اثنين بنسميهم فازو سيمباتيتك فازو دايليتور اللي بيدهم الكوروناري فيسلز واللي بيدهم الايه السكيليتال ماسلز سيمباتيتك فازو دايليتور. يبقى الفازو كونستريكتور نيرفز في جسمك هم السيمباتيتك نيرفز ما عدا سيمباتيتك نيرف بتقول رايحين لمين ومين؟ للهارت واللي رايحين للسكيليتال ماسلز، دول فازو دايليتور هم سيمباتيتك صحيح بس فازو ايه؟ دايليتور مش فازو كونستريكتور. الكلام ده في اوتونوميك طبعا. ونورمالي في الريستنج كده الفازو كونستريكتور سنتر
يبعت امبلس للفازيكل اللاترال هورن بتاع سباينال كورد، ويخلي السمباتيتك يشتغل ايه على طول كده على خفيف. نقول عليها طبعا سمباتيتك تون، فازو كونستريكتور تون، فازو موتور تون. ها وده مهم جدا 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 عشان يعمل بيريفرال ايه ريزيستنس، عشان يحافظ على البلاد بريشر. ده في الريستنج كونديشن التون ده. ولو فقدناه ها ولو فقدناه الضغط يوطى على طول. ده الفازو كونستريكتور نيرفز اللي في جسمك. طب قول لي الفازو دايليتور نيرفز. اولا قول باراسمباتيتك، ثانيا السمباتيتك فازو دايليتور اللي حكيت لك عليهم، ثالثا انتي دول انتي دروميك سوماتيك فازو دايليتور فايبرز. نشوف في الصوره دي انتي دروميك يعني عكسي، وارثو دروميك يعني ماشي في الاتجاه الطبيعي ارثو، لكن دي انتي. بيقول لحضرتك ادي ايه سكين كده حصل فيه انجري، يطلع منه ايه افرنت امبلس كده رايحة، دي اورثودرومك بقى رايحة على السبانر كورد بقى عشان تحس بالألم وبتاع كويس. في منطقة يحصل برانشنج وتعود الامبلس انتي درومك، مكاتب هنا ايه انتي درومك ايه ها انتي ايه درومك اهو، وتروح للبلاد فيسل وتعمل له الارتريول يعني تعمل له فازو دايليتيشن، تطلع مادة اسمها سابستنس بي وتعمل ايه ها فازو دايليتيشن. فده بيقول لك انتي درومك فازو دايليتور، انتي درومك او انتي درومك عشان رجع عكس الاتجاه او عكس الطبيعي. وتلاقي المنطقه اللي بتاعه السكين اللي حصل فيها انجري او حرق او اي حاجه احمرت علشان ايه الدايليتيشن اللي حصل في الفيسل ده، حصل بانهي ميكانيزم؟ بما يسمى لوكال اكشن ريفلكس، يعني لو قطعت النيرف ده اهوت واخد بال حضرتك تشتغل برضه، ملهاش دعوه بالسي ان اس، لوكال اكشن ريفلكس. والميكانيزم بتاعتنا انتيرومك ها ميكانيزم الاجعيدرومك عكسيا. إذا يبقى ده التلات حاجات اللي يعملوا دايليتيش فازو دايليتور نيرفز مين هم يا سيدي؟ اول بارا سمباتيتك و سمباتيتك فازو دايليتور اللي هم قلناهم رايحين على الـ على الهارت وعلى السكيلتال ماسل، و الانتي درومك سوماتيك سوماتيك اهو سوماتيك حاجه مش اوتونوميك خالص سوماتيك خالص فازو دايليتور فايبر. وعرفنا القصه بتاعتها والفايبر لما تمشي من عند البرانش ده وترجع تاني انتي درومكالي وتعمل تطلع سابستنس بي وتؤدي الفازو دايليتيشن. يبقى دول الثلاث حاجات اللي بيعملوا ايه فازو دايليتور نيرفز بقى. ماشي يا عم. الفانكشنز اوف كابيلاريز كابيلاري ايه في كابيلاري فيها 5% بلد في اي وقت كده تلاقي فيها 5% الكابيلاري. طبعا دي بقى معظمها مقفل 90% مقفول، ده لو فتحت الكابيلاري تبقى كارثه زي في الهيستامين شوك وحاجات كده ها، لان الكابيلاري في الحاله دي ده انت كانك فتحت بركه والدم يركض فيها ومفيش فينا سيرتير مفيش كاردياك اوتبوت مفيش بلاد بريشر تموت ففي 5% بس من الايه من البلاد فوليوم تمام. والخمسه وهو نفس الكابيلاريز نسبه ضئيله جدا يمكن 1% 5% مفتوحه وفوق 90% مقفول، حته حصل فيها اكتيفيتي افتح فيها شويه واقفل في الحته الثانيه اوعى تفتح الكابيلاريز كلها تبقى مصيبه. طبعا وظيفتهم ما فيش غير اكستشينج طبعا وفي سابستنس ووتر وبتاع بس، هيدي التيشوز اكسجين ونيوترينت وبتاع وياخد منها سي او 2 ويست برودكت وكده ماشي. فاكتورز ذات افكت الكابيلاري بريشر، لازم تعرف كويس قوي ان الكابيلاري له اول وله اخر، اوله ارتريولر واخره فينيولر. ولا ايه رايك انت؟ بص في صوره فيجر 1 اول صوره هتلاقي الكابيلوري اوله ايه احمر واخره ازرق، يعني له ارتريولر اند ولو فينس اند وفي بريشر هنا وبريشر هنا ولازم يقل عشان الدم يمشي. فالبريشر في الارتريول يتحفظ صم الكلام ده، بريشر في الارتريولر اند 32 ل 35 وبريشر في الفينيولر اند من 12 لايه ل 15. وما ننساش مهم جدا 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 ما اقدرش اقول اكتر من كده بقى اهو الكلام وانا كاتبه ليه، وله اهميه جايه كمان ان شاء الله المره الجايه. طيب عاوزين بقى نتكلم هنا على مين؟ على الفاكتورز اللي بتاثر على الكابيلاري بريشر اللي انا بختصره هنا سي بي. ها سي بي، لان بعد كده في سي بي ثانيه بس كابيلاري بيرميابيليتي هنوه عنها، لكن سي بي هنا معناها ايه؟ كابيلاري بريشر.
بوضح لك عشان ما تتلخبطش. فايه اللي بيأثر على الكابيلاري بريشر؟ في فاكتورز بري وبوست، يعني فاكتور قبل الكابيلاري وفاكتور ايه بعد الايه الكابيلاري، بوست كابيلاري ها وايه وبري كابيلاري، تمام ماشي. كنا عايزين نصحح ايه باظت، بوست كابيلاري فاكتورز، تمام بوست كابيلاري فاكتورز وبري كابيلاري، يعني فاكتور من قبل الكابيلاري. يلا يا سيدي، بري كابيلاري ريزيستنس، يعني مثلا حصل زيادة في الريزيستنس قبل الكابيلاري، يعني حصل مثلا ارتريولر فازو كونستريكشن، الله يبقى الكابيلاري بريشر هيقل. ما يا ابني العملية كلها ميكانيكا، ها الدم داخل في الارتريول ثم الكابيلاري، طب انت عملت ارتريولر كونستريكشن يعني المقاومة، يبقى معناه الدم اللي داخل في الكابيلاري قل، يبقى البريشر هيقل في الكابيلاري، والعكس صحيح. ارتيريال بلاد بريشر، والله نظريا لو الضغط زاد ارتيريال بلاد بريشر هيزيد الكابيلاري بريشر، لا هو مش هيزيد قوي، لان الضغط ده بيزيد اساسا عشان فازو كونستريكشن في الارتريول فمش هيدخل دم كتير في الكابيلاري فما يتغيرش كتير، لكن كده نظريا يقول لك والله لو الضغط عالي يقوم الكابيلاري بريشر ايه يزيد. انا بقول مش هيتاثر كتير، لان هو ده هو اللي زود الضغط، هو الفازو كونستريكشن، ها مش كده اللي هو بري كابيلاري ريزيستنس يزيد اللي هو ارتريولار فازو ايه كونستريكشن. طيب بوست كابيلاري فاكتور، والله بوست كابيلاري ريزيستنس لو في ريزيستنس في الفين او الفينيول، يعني مثلا حصل ثرومبوزس في الفين، الله يبقى المقاومه زادت يبقى البريشر في الكابيلاري هيزيد، او الفينس بريشر لو فينس بريشر عالي زي واحد عنده ايه هارت فيلير كونجستيف هارت فيلير، ها واخد بال حضرتك، او في برولونج ستاندنج الفينس بريشر زاد، الله طب ما هو مؤكد ان الكابيلاري بريشر هيزيد، ها لانه هينتقل على طول على الكابيلاريز، وبعدين لو طبعا ما هو تقريبا الفاكتورز زي بعضين، او الريزيستنس زادت في الفينز طبعا بيبقى، بس دي بقى بوست كابيلاري يعني فاكتور بعد الكابيلاري، خد بالك في الفينز لو زودت ريزيستنس في الفينز او الفينس ايه بريشر، وهنا طبعا بري كابيلاري فاكتورز، تمام. الترانس كابيلاري اكستشينج ميكانيزم، انا بقول لك ان هو طبعا الفانكشن الاساسيه اكستشينج، ففي اربعه ميكانيزم للاكستشينج برضه بتسال احد الاساتذه بالذات كده بيسالهم، فايه هو الترانس كابيلاري اكستشينج؟